نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل لقائنا مع حضراتكم مصر جميلة. والنهاردة في عالم الجمال ترهلات عضلة البطن، والحقيقة ان مشكلة السمنة مشكلة عالمية، وهنا في مصر من خلال حملة 100 مليون صحة بنواجه مشكلة السمنة في الصغار والكبار. وطبعا السمنة لما بتزيد بتتحول لمرض بيأثر على الجسم كله وعلى صحة الإنسان. النهاردة تفاصيل أكثر عن ترهلات عضلة البطن وكيفية العلاج من خلال لقائنا مع دكتور منير ويليام كبير اطباء جراحه الاسنان. صباح الخير يا فندم واهلا بحضرتك معنا. اهلا وسهلا. دكتور خلينا نبتديها واحده واحده. خلينا نعرف الاول يعني ايه سمنه ومرض السمنه. شوف سيادتك السمنه عباره عن ايه؟ عباره عن زياده وزن الجسم بنسبه 15% او اكثر بالنسبه للوزن المقابل، بالنسبه للسن، بالنسبه للجنس، بالنسبه للطول. نتيجه ايه؟ نتيجه تراكم الخلايا الدهنيه او زياده عدد الخلايا الدهنيه. ولازم نميز بينه وبين زياده الوزن نتيجه تراكم السوائل اللي هو الاوديما. الاوديما ده اللي هو بيكون فيه مشكله في الجسم، السوائل بتتراكم جوه الجسم نتيجه لخلل او تعب موجود سواء كان في القلب او الكلى او الكبد. ففي فرق بين السمنه وبين الاستسقاء مثلا او تراكم الخلايا الدهنيه. طب هنعرف منين يا دكتور الفرق بين ما دي مساله طبيه بحته يعني، بس ده بيزيد وزنه وده بيزيد وزنه، ده بيزيد وزنه عشان الخلايا الدهنيه زادت عدد او حجم، ده بيزيد وزنه عشان الميه في الجسم زادت بطريقه معينه. طيب من اشهر اسباب السمنه ان احنا بناكل، لكن ايه تاني؟ من اشهر اسباب السمنه ان احنا بناكل لما نكون زعلانين ونقول انا ما فيش غلو في الاكل. اه ماشي. وبردانين. والله واحنا فرحانين كمان. وكمان بنسمنا برضو الطرق الخاطئه في الاكل. سيادتك بناكل واحنا بنقرا جورنال او بنشوف تلفزيون او بنسمع او بنعمل، ما بيبقاش الاكل هو اكل. طبعا في سبب اساسا كنا بنقول زمان ان السمنه مش وراثيه وان الاستعداد للسمنه وراثي، لغايه لما اتعملت الخريطه بتاعه جينات جسم الانسان ولقينا ان السمنه ليها كروموزوم موجود على الكروموزوم 17، جين موجود على الكروموزوم 17. والسمنه مش السمنه زياده الوزن بس، ده ممكن نلاقي عائلات تتميز بان السمنه موجوده في منطقه البطن بس او منطقه الارداف بس او منطقه الثديين بس وهكذا. ايضا ما ننساش السبب اللي هو الخلل في الغدد الصماء، سواء كانت الغده الدرقيه اللي في الرقبه او النخاميه اللي في قاع المخ او الجركلويه اللي موجوده في الكلى. دي مجموعه اسباب كلها. طبعا العصر الحديث، عدم الحركه، قاعدين في البيت، ريموت شغال، الواحد بيتحرك بالعافيه، ده كلام كله، عدم الرياضه والكلام ده كله ادى الى تكوين هذه السمنه. تمام. طب يا دكتور ايه هي اهم انواع السمنه؟ شوف سيادتك علشان اعرف انواع السمنه لازم اعرف ايه الوزن اقدر اجيبه ازاي واقسمه ازاي. يمكن احنا عشان نقول ان اقسم انواع السمنه عايز اعرف دلوقتي وزن الجسم موجود ازاي. كنا زمان بنجيب جداول معينه ونشوف الجدول، نشوف كل واحد بالنسبه للناس، بالنسبه للذكور طوله قد ايه، وزنه قد ايه، او نجيب الرقم ونطرح 100 ونلاقي الوزن المقابل. يمكن زي ما سيادتك قلتي ان مبادره 100 مليون صحه دلوقتي في حاجه اسمها رقم الكتله او الماس نمبر، اللي هو عباره عن رقم ناتج من قسمه الوزن بالكيلوجرام على مربع الطول بالمتر. كل واحد يبص في البطاقه بتاعته ويشوف رقم الكتله اقل من 20 دي نحافه، من بين 20 ل 25 دي سمنه بسيطه او موضعيه، من 25 لغايه 32 33 دي سمنه متوسطه فيها ترهل عضلات البطن اللي هنتكلم عنها النهارده، اكتر من 35 دي بدانه مفرطه ومشكله كبيره. كل واحد يبص على البطاقه بتاعته ويشوف رقم الكتله ويعرف هو انهي نوع من انواع السمنه. يبقى السمنه سمنه موضعيه، سمنه متوسطه، سمنه مفرطه او بدانه مفرطه. طيب نتكلم في البدايه كيفيه الحفاظ على الوزن المفيد. من وجهه نظري انا في ثلاث اساليب. الاسلوب الاول الاسلوب الغذائي. انا ما بقولش للناس كل كذا وبطل كذا. انا بقول لكل واحد انت الدكتور بتاع نفسك، اقعد انت طبيب نفسك، احسب حسبتك. النهارده هبذل مجهود جامد اشوف وزني انا، اروح ضارب في رقم 40 يطلع لي عدد سعرات حراريه. النهارده هبذل مجهود متوسط اشوف وزني واضرب في رقم 37 هيطلع لي عدد سعرات حراريه انا هاكله النهارده. وزني خفيف مش هتحرك اضرب في رقم 34. طبعا الارقام دي اجتهاديه من خبرتي. الحاجه الثانيه الاسلوب الرياضي. ليه الاسلوب الرياضي مهم؟ لان الاسلوب الرياضي بيخلي اول حاجه حرق الدهون مصدر اساسي للطاقه بدل الكربوهيدرات والنشويات والكلام ده كله. ده كل جرام دهن بيديني 9.3 سعر حراري. الحاجة الثانية ان الاسلوب الرياضي بيمنع ترسيب الدهون قليلة الكثافة على جدار الأوعية الدموية، يمنع تصلب الشرايين، يعني مع جلطات القلب، جلطات المخ وهكذا. يحمي من الأمر. الحاجة الثالثة بالأساليب أنا قلت أسلوب غذائي، أسلوب رياضي، قوة إرادة. ما أجيش أعمل رجيم أسبوعين ثلاثة شهرين ثلاثة وأنزل 50 كيلو وأطلع أزيد 100 كيلو. لا، يبقى كده أنا ابتديت أعمل يويو
وانزل واطلع واعمل تقسيمات في الجسم وشرب في الجسم وهكذا. اسلوب غذائي، اسلوب رياضي، قوه اراده، مش هشوف دكاتره. هلخبط في النص، هنشوف الدكاتره ونشوف العمليات. تمام. ربنا يستر. طب يا دكتور خلينا نروح بالموضوع حقيقه النهارده، هو ترهل عضلات البطن. ايه المقصود بترهل عضلات البطن؟ تراكم هذه الخلايا الدهنيه في منطقه البطن، سواء كان زياده حجم الخلايا الدهنيه او زياده عدد الخلايا الدهنيه، هو ده اللي بيتكلم عليه، اللي بنعتبره اللي هو ترهل عضلات البطن. وطبعا احنا الحقيقه بنلاقي الموضوع ده في حاجتين واضحين قوي. الناس الرياضيين اللي بيلعبوا رياضه جامده جدا وفجاه يبطلوا، بنبص نلاقي قعد وركز وابتدت العضلات تفتح. طبعا عضلات البطن في عضلتين قويين جدا ماسكين البطن من الاول للاخر، مع عدم الحركه بيبتدوا يفتحوا عن بعض، دي حاجه. او الست اللي ولدت كذا مره وابتدت البطن بعد الولادات الكتيره يحصل عضلات البطن تفتح مره ثانيه. فهي دي المقصود بترهل عضلات البطن. في انواع مختلفه يا دكتور ولا الانواع حضرتك ذكرتها في السياق؟ لا بص، في ترهل عضلات البطن حقيقي اللي احنا بنتكلم عنه، اللي فيه خلايا دهنيه موجوده في جدار البطن، وفي ترهل اللي ما يسمى بالكرش الكاذب، اللي هو عباره عن ايه؟ واحد عنده استسقاء في بطنه، بطنه كبيره في ميه في بطنه، ده غصب عنه، ده ما يعتبرش كرش. الحاجه الثانيه واحد عنده تضخم في الطحال او تضخم في الكبد، ده ما يبقاش كرش. واحد ثالث عنده فتاء. واحد رابع عنده انتفاخ في عضلات البطن او انتفاخ وغازات وحاجات زي كده، دي كلها يعتبر كرش كاذب او سمنه كاذبه او ترهل عضلات بطن كاذب. تعالج السبب الدنيا ترجع كويس. اما اذا كانت زي ما انا قلت تراكم دهون او زياده دهون، هي دي السمنه اللي هي ترهل عضلات البطن، ودي يعتبر النوع الثاني او النوع المتوسط من السمنه. السمنه البسيطه اللي هي بتبقى عمليات بسيطه ليها زي ارداف في الجناب وحاجه زي كده، السمنه المتوسطه اللي هي ترهل عضلات البطن، السمنه المفرطه اللي هنشوفها اللي هي البدانه المفرطه والجسم كله بيزيد. صحيح. طب ازاي يتم تشخيص ترهل عضلات البطن ده؟ شوف سيادتك، في طريقه بسيطه، في اجهزه معينه بتتحط بطريقه معينه وتقدر تحسب النسبه دي وتطلع الرقم على طول. وفي طريقه تانية احنا بنعملها في الجراحه، انك انت بتمسك المنطقه تحت السره بايدك، اذا لقيت ان سمك الجلد اكتر من 2 سم ونص او اكتر من 3 في الرجال او اكتر من 3 سم ونص في السيدات، ده يعتبر سمنه. في طريقه بسيطه انا بقولها للعينين بتوعي الحقيقه، بقول له اقف معتدل وحاول تبص بعينيك على ضوافر رجليك، اذا عرفت تبص على ضوافرك انت ما عندكش كرش، لو ما قدرتش تشوف ضوافر رجليك انت عندك كرش، يبقى هي دي المشكله. طيب نتكلم على العلاج الجراحي لترهلات عضله البطن. شوف سيادتك، العمليه المشهوره او عمليه تامي تاك، اللي هي بيكون فروم بون تو بون، بعمل جرح كبير من العظمه للعظمه. الحقيقه ده جرح عنيف وكنا بنعمله زمان، ويمكن هنشوف ليه منظر دلوقتي موجود. هذا الترهل بعضلات البطن بيتم فيه استئصال كامل لكل العضلات الدهون الموجوده، مع عمل تقويه بسيطه بالنسبه للعضلات، اللي هو بعمل جرح كبير بيمسك من اول البطن لاخرها. الحقيقه العمليات دي بقت مستبعده جدا، وان كنت بشوفها منتشره جدا في دول كثيره، يعني من اشهر العمليات اللي بتتعمل في امريكا حاجه زي كده. ولكن احنا بطلنا نعمل هذا العنف، لان المريض بيرجع برضه بيبقى دايما نوت ساتسفايد وما عندوش مقتنع بالنتيجه بتاعتها. فابتدينا نعمل التعديل، يعني شايفه الجرح ماسك البطن، فروم بون تو بون، الجرح ماسك البطن من اولها لاخرها، جرح جامد جدا، والالتئام بتاعه بياخد وقت، والمريض بيعاني من منظره بعد كده، وبيكون في استئصال، ودي كميات الدهون اللي يتم استئصالها مع شفط الدهون اللي بيتم عملها وحاجه زي كده. هو هذا الجرح الحقيقه من الجروح الصعبه جدا، ومش اي مريض اقدر اعمله له، لان التئام الجرح بيبقى صعب. الحاجه الثانيه المنظر الجمالي صعب. الحاجه الثالثه لما بيتم فيه بعض الحالات استئصال كامل للسره، فبيبقى المريض حتى نفسيا مش مظبوط معاك ومهتز وحاجه زي كده. اتعمل التعديل، شوف الجرح قد ايه ماسك، وفي بعض الحالات بوصل بالطول كمان. يعني جرح بدل بالعرض بالطول طالع. انا كنت بسمع يا دكتور كتير من الستات بعد ما يعني خلاص يقرروا اكتفوا بعدد الاطفال اللي جابوهم في اخر ولاده، يروحوا عاملين التامي تاك. بيتعمل الموديفايد تامي تاك اللي هو يشبه القيصريه، اللي هو التعديل اللي احنا هنقول عليه الثاني اللي موجود دلوقتي. والحقيقه انا ليا تحفظ، يعني هي عاده ان انا اعمل العمليتين مع بعض في وقت واحد صعب. ده غير مستحب. ليه؟ لان النساء ليها مشاكلها في عملياتها وفي الولاده وحاجات زي كده، كمان عشان ادخل تدخل جراحي معاها تانية ده صعب الى حد كبير. انا ما بفضلش الكلام ده، لما بيطلب مني انا ما بفضلش اعمل كلام، دايما الولاده ولاده والتجميل تجميل، والحاجات تمشي بهدوء كده من غير العنف اللي احنا بنتكلم عليه. انما التعديل اللي احنا بنعمله اللي هنشوفه دلوقتي اللي هو الموديفايد تامي تاك، جرح بسيط يشبه القيصريه. هذا الجرح
نفس الحجم بتاع القيصريه، نفس الشكل بتاع القيصريه، بيتم فيه استئصال وشد الجلد في هذه المنطقه، مع نمره 2 شفط الدهون بالكامل الموجوده في جدار البطن، نمره 3 بيتم تقويه العضلات، انا بيكون عندي ترهل مفتوح او حاجه زي كده ببتدي ارجعها، نمره 4 لو عندي الصوره هشيلها واعمل صوره جديده مش باينه، بيبقى مفيش اي اثر جراحي ليها وبنقدر نتعامل معاها، او بابقي الصوره في مكانها. الحقيقه دي حاجات صغيره احنا بنتكلم فيها، بس جماليا ونفسيا ووظيفيا بالنسبه للشخص اللي قدامك بتبقى ذات اهميه كبيره قوي. وتفرق دكتور شاطر عن دكتور مش شاطر. شايف الجرح قد ايه؟ باخد منطقه صغيره في البطن بستأصل منها من خلال الجرح الصغير ده، حتى لو كان عندي جرح قيصريه انا بستأصله معايا في الحته اللي انا بشيلها. وابتدي اشفط دهون في كل منطقه البطن، اقوي عضلات في كل منطقه البطن. الصوره جت معايا اشيلها، ما جاتش معايا بعيد زرع مكانها من غير ما يسيب اثر من بره. جرح جمالي زي جرح القيصريه انتهت المشكله. طبعا تفرق كتير بالنسبه للشخص اللي قدامك اللي انت بتعملها له، جماليا بيبقى من اجمل العمليات اللي ممكن تقدري تفكر فيها. وده التعديل لعمليه شد البطن اللي كانت قبل كده بتتفتح بفتحه كبيره. الكبيره من بول لبول، من عظمه لعظمه. اولا الجرح اصغر، ثانيا فيها شفط دهون، ثالثا فيها تقويه عضلات، رابعا فيها حفاظ على المنظر الجمالي للسره. دي كلها حاجات جميله. الالتئام بيبقى ظريف في العيان في خلال 10 ايام، بيكون فاكك السلك والامور. طب يا دكتور، يعني بعد ما عملنا التعديل وشفط الدهون والمنظر بقى تمام وكل حاجه حلوه، ممكن الدهون ترجع تاني؟ انا سعيد بالسؤال ده. تعالى نحسبها مع بعض. احنا بنقول ان جسم الانسان الذكر البالغ فيه 40 مليار خليه، والانثى البالغه فيها 60 مليار خليه. لما نيجي احنا نستأصل عدد من الخلايا الدهنيه، خلاص الخلايا قلت، ما بيحصلش انقسام للخلايا، لان في طريقتين لانقسام الخلايا الدهنيه، واخد بال سيادتك؟ في انقسام خلايا دهنيه عن طريق كبر الحجم، ودي بتكون قبل مرحله البلوغ. يعني طفل الخلايا بتكتر كتير وتزيد في العدد لغايه ما يوصل لمرحله البلوغ. بعد مرحله البلوغ الدنيا بتبقى ثابته، الخليه نفسها عددها ثابت لكن حجمها بيكبر. انت استأصلت عدد من الخلايا، لا يمكن يرجع تاني. يبقى اذا هنا مفيش حاجه. انا بسمع برضه هنا تقليد غريب جدا، يقول لك هو شفط دهون من البطن فرجعت الدراعات. بنسمع كلام غريب من هذا الكلام. طبعا هذا ده كلام ملوش اي اساس علمي على الاطلاق، وده كلام يعني مش مظبوط على الاطلاق. طيب دكتور، علشان الوقت خلاص فاضل لنا حوالي 3 دقايق، ازاي نقدر نعالج السمنه الموضعيه اللي هي يعني تخن في منطقه معينه؟ شوف سيادتك، السمنه الموضعيه ليها طرق كتيره قوي. كنا زمان بنحقن مواد معينه، ماده علميه اسمها فوسفودايلوكولين، دي مشكله كبيره قوي، انا بحذر منها، نوع من انواع الميزوثيرابي، لانها ممكن تعمل في مكانها جلطات خراريج وحاجه زي كده. في حاجات برضو عايز اقول غير شفط الدهون، طبعا احنا بنعالج بشفط الدهون سواء كان عن طريق السرنجات او عن طريق الاجهزه او عن طريق الليزر او عن طريق الموجات الفوق الصوتيه، لكن انا عايز الفت نظر لحاجه ما يسمى بالنحت دلوقتي. ايوه، يقول لك احنا بنعمل نحت الجسم بالتبريد، او بنعمل نحت الجسم بالليزر، او بنعمل نحت الجسم بالموجات الفوق الصوتيه. ايه فكرته؟ هو في نظريه اسمها ايبوفيتروس، وهذه النظريه في واحد عملها في مارس سنه 2016 اسمه ميتشليتس. هذا الانسان قال ان احنا لما نعمل ضغط سلبي ونبتدي نتعامل مع الدهون بنقدر نشكل الدهون. فبيعمل ضغط سلبي مع تبريد، يبتدي ياخد الخلايا الدهنيه ينقلها في مكان، زي بالظبط لما يكون عندك حته دهن وبعدين تسيحيه، فهو بياخد الدهن ده بضغط سلبي وياخده في مكان تاني ويبرده، فبيبقى خد الشكل في هذا المكان. لكن للاسف بيرجع تاني. يعني دي ايه توزيع الدهون بالنحت بالتبريد؟ في النحت بالتبريد دي عيوبه انه بيرجع تاني. نفس الفكره بالنحت بالليزر. انا لو اعمل نيجاتيف بريشر وبعدين اعمل الليزر بحراره اقل من الطبيعي اللي ما تقتلش الخلايا، وابتدي اعيده واشكله في مكان، برضه بيدي منظر جمالي في وقتها، يقعد شهرين ثلاثه وبعدين يرجع تاني. يبقى احنا عملنا، بس انا بتكلم لان احنا المفروض ان احنا بنتكلم عندنا امانه طبعا، اللي فيها امانه اللي احنا بنتكلم فيها. نفس الفكره بالجهاز الالتراساوند ده، جهاز اللي احنا بنشفط بيه، او الجهاز اللي بنعمل بيه نيجاتيف بريشر، يعني انت واخد بال سيادتك ازاي؟ ده بالموجات الفوق الصوتيه. هنا شفط الدهون عن طريق الليزر برضو انا بعرضه، يمكن لو شفت في قديمه الكانيولا هتلاقي في نور جوه الكانيولا جوه البطن، ده الشفط عن طريق الليزر. دي عمليات شفط الدهون في السمنه الموضعيه. يبقى احنا اتفقنا شفط الدهون ممكن يكون عن طريق السرنجات، ممكن عن طريق الاجهزه، وكلها ضغط سلبي يا استاذ. يعني انت بتشفط دهون ازاي؟ ما انت بتعملي ضغط سلبي يطلع لك يعني ما زالت امن طريقه او عمليه للسمنه الموضعيه شفط الدهون، بايا كانت بقى، بالليزر او بالسرنجات.
الليزر او السرنجات او المجات فوق الصوتيه. أوه. واحسنهم السرنجات. وكل حاجه ليها مميزات وعيوب، احنا مش بنقول دي صح. تمام. لا. اكيد كل حاجه ليها مشاكلها، ليها مميزاتها ليها عيوبها. من اكبر عيوب شفط الدهون الجلطات اللي ممكن تتكون، او انك انت تشفط كميه كبيره جدا من الدهون ما الجسم ما يعوضهاش، او الدكتور ما يكونش مستعد باجهزه معينه بحيث يعوض هذه السوائل اللي تم فقدها، هتلاقي المريض حصلت له مشكله. احنا مش بنقول صح، لكن بنقول كل حاجه ليها احترامها انت وبتشتغل، بحيث انك انت المريض اهم حاجه في حياه الانسان. طبعاً. يعني انا في حالات كتير قوي انا وبشتغل فيها بقول للمريض ان انا هحسب حسابات جوه العمليه، قول لي انت عايز تشفط من فين، يقول لي مثلا البطن الاول وبعدين الرجل وبعدين مثلا الهانش وبعدين مثلا الدراعات. ممكن انا وبشتغل الجسم يهبط معايا في قرايات معينه، اقف عند حته معينه ما قدرتش اعمل الدراعات اللي هي اخر حاجه. ليه؟ لان جسمك مش هيستحمل. وايه يعني ما نعمل جلسه ثانيه في وقت ثاني ونقدر نكمل باقي العمليه؟ انا يهمني صحه المريض بتاعي انه يتحرك بالسلامه، انما انا اعمل كل حاجه وانا في حالي ودكتور التخدير في حاله وهو يدي دم او يدي سوائل وانا اشتغل زي ما انا عايز والمريض في النص ضحيه، لا ده مش طب. لا بنشوفه في حتت بيتعمل، لكن ده مش مظبوط. المظبوط صحه الانسان اللي قدامك، الدكتور يكون مذاكر المريض بتاعه كويس. لو انت ذاكرت المريض بتاعك كويس وعرفت هو بيفكر ازاي، اديله احسن طريقه جماليه باقل تدخل جراحي باحسن نتيجه. هو ده المطلوب. المساله مش مساله يعني الهوجه اللي ماشيه دي محتاجين نفرملها شويه. المريض اهم حاجه واغلى حاجه في حياتنا ولازم نحافظ عليه. طبعا. طب بس ممكن وقتنا جري بسرعه، الحلقه الجايه نتكلم عن ايه؟ سريعا يعني ممكن نتكلم عن حالات نادره في جراحات التجميل، برضه لينا فتره ما اتكلمناش فيها، نعرض بعض الحالات الصعبه وازاي قدرنا نتغلب عليها باذن الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا دكتور، دكتور منير ويليام كبير اطباء جراحه التجميل، حضرتك نورتنا يا فندم، اهلا دايما بيك معانا في مصر جميل. شكرا جزيلا. شكرا. هنطلع فاصل مع كل مشاهدينا ونرجع على طول وفوتوغرافيا، ومعانا اربعه من المصورين اللي فازوا في مسابقه مصر الجميله وهنعرف عليها تفاصيل اكثر الفقره اللي جايه.